بدأنا أمس في المسألة 79 واليوم مع المسألة 80 من المسائل الاختلافية بين الفقهاء، ووصلنا إلى مسألة هل دم الإنسان طاهر أم نجس. وحضرتك ملت إلى رأي الجمهور أو رأي القائلين بأن الدم المسفوح نجس، ولولا قوة يعني الإجماع لرجحت رأي من قال بعدم نجاسة الدم. فاليوم شيخي الكريم، مسألة الدم لو ترتب على نجاسته أنه نجس، هل يستلزم منه القول بوجوب الوضوء؟ يعني إذا كان نجس أو نجس، هل لابد أن نتوضأ إذا كان الدم مسفوحا شيخي الكريم؟ نعم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعله الحزن إذا شئت سهلا. نعم، بالأمس تكلمنا عن نجاسة دم الإنسان، وقلنا إن أكثر من واحد من أهل العلم حكى الإجماع على أن الدم المسفوح هو الغزير نجس. وأنا بالأمس قلت يعني إنه لا، يعني أنا أميل في إلى الإجماع، لكني أرى أدلة القائلين بعدم نجاستي أرى أدلة قوية، لكن هيبة الإجماع وأنا لست بدعا في هذا. يعني مثلا تجد في مسائل محققة، تجد ما يقول أهل العلم عند التحقيق والبحث، يقولون ولولا الإجماع لقلنا بذلك، لو توجهت أدلة القائلين بأن المسألة على عكس ما ذهب إليه الإجماع. فأنا لست بدعا، حتى مثلا الأقل من ذلك نجد الإمام الذهبي يعني يذكر مسألة أو بعض المسائل ويقول ولولا هيبة الصحيح، صحيح البخاري، لقلت بغير ذلك. يعني شوف، هو يميل إلى رأي الثاني، لكن لمكان الصحيح البخاري فيقول بقى هؤلاء هم أهل العلم، يقول ولولا هيبة الصحيح ومكان الصحيح لقلت بغير ذلك، لكن الصحيح وهيبة الصحيح دفعتني إلى على الأقل التوقف في المسألة. فهذا الذي يعني ذكرته بالأمس، يعني أردت أن أبين لماذا لم أرجح ترجيحا جازما.